ايش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. فماشي غنبدا من الزنقه، غادي نخرج دابا نتقدى شي حاجه للحلوه، باغي نصايب شويه الحلوه وندي لها الى تصور، غادي ندخلها الروض. قلنا بصحه الصباغه، صبغوا لنا الدروج بعدا الحمد لله. يلاه بياتي انت، كان عندنا واحد اللوين ماشي تاليه، دابا درنا واحد بلون كاسي. غادي نمشي نشري شي حاجه نتوما غتشوفوها معايا ونديها تصور، ورجع ناخذ البصله الخضاريه. ايوا هانتوما الحاله، ها الرومبوا اللي حدا دزنا من الوسط انا ونهيله. هي قالت لك ما كتبغيش دير هاد القطعه. ما القطعه كي جاتك شبه الخضوره، احنا ما نمشيوش فوق الكاز ونشوف هاد الطريقه هادي. غاتشوف خضر الوالده نمشي عند مول الحلويات تقدا عندو. عرفتي كاين البرد البنات جاو الشتا ولكن بغينا الشتا حتى ما كايناش. اويلي اختي ما صحات البارح اختي ما صحات. غتصاوب لاكارت نهيله، الحق بقى عندنا كلنا لاكارت ديال مراكش، خاصنا كلنا نعاودو لاكارت على ود الدار. اه على حساب الدار لين غنطيح البنت حطيحه. شكون عينك انت يا اختي؟ شتي اللي غادي معايا 54 هاد الهرس هذا حسبي عندك 20 درهم ديال الشوكولاط ابيض. واقفين حسبوا 20 درهم الشوكولاط ابيض على 20 درهم ديال الفاني، على 20 درهم ديال الشوكولاط المقطع، على 10 دراهم، على 25 درهم 95. ناري اختي ناري اختي. لا شي اختي باقا قليله. سمعتي البصله الخضاريه شنو؟ شحال الفلفلة حارة؟ ها؟ رابعة بدرهم. شحال ديال رابعة؟ فين رابعة؟ هي كيقضي عليها البرد ما كتبقاش حارة. شوف واش كاينة رابعة أنا ولا نزيد. شحال البصلة خضارية؟ عطيني كيلو. خامين دابا مسمن دابا نيت وصافي. دابا يلاه بانت باقا غالية. كنتفكر شنو خاصني خصنا خاصك بطاطا. خاصك معشوقة الجمال. معشوقة الجمال هي طالعة طالعة السما. شكرا. كيلو عاقل هذاك الكاكي ياك الكاكي هذا ماشي 20 قلتي لي صافي ماشي مشكل قلت كاين عندك ما تخسر زيد دوك العصير الله يعطيك الخير هاك تخلص صافي. البنات انا جيت من الزنقه خديت نوريكم شنو كيف معمول الحلويات. بغيت نصاوب واحد الشكيل ديال الحلوه مقادير حلوه وحده غنخرج من المحاضره بعد الشكيله دوزاتاي. خديت قرعة الكونفيتير هذا ديال الحلوى شويه جاري، هذه ختها بستة دراهم وهذه واقيلا حسبها بعشرين درهم، أنا كناخدها بثلاثميه وستين وهداك شويه زايد. هاهو البنات الفاني اللي قلت ليكم كناخد ريحتو عاطية زوينة بزاف. هاد الشوكولا هي شويه غالية يعني حنا نقادوها في الدار هكا نكرطوها، هذه خديتها بهاد شويه 10 دراهم، 50 درهم الرابعة بزاف. هادي كراميل زعما هادي مغيرة على هادي في لوكو، ممختخي هاد الشوية على هاد الشوية 20 درهم، وخديت هاد الفويي هذا زوين صحيح زوين عرفتي حتى الشدة ديالتو زوينة، هداك اللي عندي كيتنصل وبدا كيطلق الكحولية من هنا، يعني غادي يولي مضر مع ديما ندير بيه، ختي دابا 25 درهم. هاد المريشم واخا السوسة جتلها هادي، عرفتي كتعجبك، هادي بدرهم. هاد الشوكولا البيضاء قالا هذه بالزوينه ما كتزيدي لا زيت لا والو، هي اصلا عاد فيها واحد البريون زوين وكتكون مطلوقه، ختها ب 20 درهم هذه حتى هي. صافي هادشي اللي جبت مع دوك الحلويات، هاد الشويه 95 درهم. خديت هذا غادي ندير فيه الشوكولاط، دابا غندوب فيه الشوكولاط ونحطو هنا، باغي نرشم بهاد الهلاليات ولا نسق فوقهم هذا كيجي زوين. الخضره خصني واحد كيلو البنان هنا، ريحه نازله البنان كنجيبو ليها.
ورابعه ديال الفلفله دابا رابعه باربعه دراهم، وإلا بغيتي تشري درهم كيقول لك هزي ربعه بدرهم، يعني حسن واحد يشري رابعه. قالوا لي البنات ما درتيش في الجلبانه الحار، ما كانش عندي الحار، يلا شريته. هذا كيلو ديال البصل الخضاريه، شفتوا كيلو شحال فيه؟ فيه جوج وحده صغيره، ولكن هادشي كله غنديرو ان شاء الله، هادشي ما غنضيعوش. دابا غادي ندوز نقطع هادشي باش نقاد واحد شويه المسمن عامر للعشيه، العشاء وكسكوت وعشاء غنحطو مع ديك الثمانيه تقريبا. هادي جوج كيلو تاع البطاطا البيضاء دايره 90 درهم 4 دراهم ونص، وجدتها البارح ب 6 دراهم، يعني اليوم ناقصه. وهذا واحد القبيطه ديال الشيبه. صافي البنات انا غادي ندوز دابا نعجن شويه ديال الدقيق تلفينو مع الفورص، ونخليه واحد شويه ونقاد الحشوه ديال المسمن. هو بالزربه غنوجدو ما نتعطلش فيه، ونقاد الحلوه ان شاء الله للعشيه. صافي البنات قطعت ديك الحاره حاره بالمعقول، درت البصله خضاريه. دابا غادي ندير الشحمه. بالنسبه للشحمه انا راه مذوباها، بالنسبه للفيديو اللي ذوبت فيه الشحمه غنخليه لكم في صندوق الوصف، يعني ذايبه وطيبه. هاد الشحمه طايبه ما كتضر ما حتى حاجه، حيت شديتها ذوبتها على عافيه مهيله، خصات لي واحد ساعه المكانه، يعني الشحمه طابت. صافي ما غاديش ندير الزيت، غندير هاد الشحمه هي فاش غطيب هاد البصله. البصله اصلا هادي ما خصهاش طيب بزاف، غادي ندير مليحه صافي. غادي نرد هاد الشحار فوق البوطه، شي شويه نزيد الكمون والتحميره، صافي هادشي اللي غندير فيها صافي. ها هي البنات كما كتشوفوا طيب ديك البصله، شفتوا ما كاينش فيها ديدان بزاف، ما كثرش الشحمه، والبصيله ما بغيتش نخليها طيب بزاف، وهي راه طابت في الحقيقه. وجا حار ومدير هاد البرد. دابا غادي ندوز نعجن شويه ديال قد الفينو قد الفورص، ونعجنهم بميه بارده وصافي. وغادي نقاد المسمن، نقاد المسمن وقيله، ونقاد الحلوه عاد نعطيهم ياكلوا. الا ما صدعونيش هكا بغاو الماكله هي الاولى. صافي البنات انا هنا كما كتشوفوا هنا انا قديت الشوكولاط ذوبته في الباماغي وحطيته هنايا، وهنا ديت كان ورق في المسمن راه تقريبا حاطاه هاد الطريقه، غير انا حاطاها مربعه ولكن دابا غنديرها دائريه. هانتوما بحال هكا، دابا هادي راها عامره ولكن غادي تجيني دايره ومورقه وزوينه، هادشي بحال الملوي ولكن بطريقه سهله. قسمها هكا، عرفتوا هذه الطريقه راه قديمه، غير انا ما غاديش نخليه مربع. صافي غنجيب هذه هكا، سيمنات ديال البرد في الحقيقه حارين، غير تكون العجينه ورقه ما تخليوهاش غليظه، خليتوها غليظه يكون يجيكم حتى المسمن غليظ. وهذه نعاود وغادي نشد هذا الشيء هكا وغادي نجمع. صافي نجمعو كله هنا الوسط، صافي غادي نرجعها هكا. صافي غيولت عندي دايره، انا بديت كنطيب فيه. شوف كياخذ شويه الوقت، كان ماهل عليه البلانشا باش يطيب على خاطر، انا ملي غيطيب نوريكم كتيجي من الداخل كيجي زوين. مكنرش غير كنسرد صافي. قريبا قربت الصحيب، بقى واحد شويه من هنا. صافي البنات هو طاب، حيدو ندير الاخرين. بسم الله، شوفك هادشي كتجي ديك التوريقه كتجي شاده، كتجي دايره على المسمنه كامله. هانتو كيجي زوين وكيجي مكرمل. صافي انا غنكمل الطياب كامل ونكمل دوك المسمنات الخاويين ونرجع نتلاقى معكم. صافي البنات دابا غادي ندوز نقاد الحليوه اللي قلت لكم، عندي فيها ثلاثه البيضات وجوج خمارات وكاس سكر سنيده. لا لا ماشي دابا حتى حطيت انا في راسي ثلاثه البيضات وجوج خمارات وكاس الزيت وكاس سنيده ورابعه ديال الزبده والفاني، وصافي هادشي اللي فيها. بسم الله، نسيت خصنيش ندير البيض هو الاول، مبقاتش عندي هذه كامله ولكن غادي نزيد من الاخرى حيت خاص يكون عندي رابعه. صافي كالعاده غادي نخدم الزبده هي والسكر مزيان، ونزيد عليهم البيض ونزيد عليهم الزيت ونزيد عليهم الطحين. ولات عندي الطربيه ولا طربيه خرجتها. دابا اش دارت؟ جابت السطل ديال الطحين بغات تطلع فوق السطل باش تطلع عندي فوق البطاطا تشوفني شنو كندير، وشوفوا الفضوليه الاخرى. هنا مابقاش السنيده عندي وكملت بالسكر كلاص. بسم الله، درتها ناقصه شويه في الحلاوه على حسب، غادي يكون الشكلاط غادي يكون الكونفيتير. صافي غادي نخدم هادشي مزيان ونرجع نزيد البيض ونرجع نزيد السنيده الزيت.
صافي غادي نخدمها مزيان. هاد الزيت ضروري تخدم مزيان، ما تبقاش هكا باينه. عاد نزيد على الزيت، غادي نزيد دابا كاس الزيت صافي. غنبقى نخدمها هكا مزيان، عاد نزيد الطحين بشويه بشويه. ها هي البنات كما كتشوفوا خدات ليا الوقت على ما تحكات ديك الزبده مزيان، وبالاخص دابا الجو شويه بارد تاخذ وقت، ولكن هكا راه غادي تجيكم الحلوه شيشه وزوينه. ملي كتجي الزبده دايبه ما تبقاش مكويرات في الحلوه، كتجي الحلوه زوينه. شوفي عندنا بحال الكريمه. لا لا هي عينك ميزانك، حيت الحلوه على حسب الطحين، على حسب البيض قداش. عندنا البيض ما كبيرش بزاف، يقدروا هم يديروا بيض كبير يهز اكثر. خلطوا البنات هي بصباعكم، ما تعجنوهاش. صبري 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 على الخمارة تسوسيو بيا هنا. فين اختي زيديني شغنزيد؟ ويلي رديتي ما كنزرو بعض الطحين، هادشي روحك ما تجمع حبيبتي. البنات بغاو نهيلة، وبعض الاخوات قالوا لي بغينا نهيلة دير قناة. نهيلة ما بغاتش دير قناة، والله ما بغات ديرها. قالت لك لا ما نديرهاش، قالت لك غتلهيني على بزاف د الحوايج. ما عرفتش واش ما عرفتش كدير اختي زيد الحوايج، علاش غتلهي؟ المشكلة ما كتقراش. أنا سيدة الأعمال. قالت لك القناة غتلهيها. صافي بارك، لدرجة أنني ما كنديرها هكا وما كتلصقش ليا في يدي، ما تعجنوهاش إطلاقا باش تجيكم مرملة وزوينة. صافي غادي نجمع هاد القصرية ونرجع باش نشكل الحليوة. ها هي البنات درت هاد الهلاليات، وغادي ندير فوق منهم ديك الشكلاط اللي وريتكم كبيرة دوت، هو اللي غادي ندير. إلا لقيتو هاد المريشي مشريه زويون، هاد الرشمة هادي هي اللي كاينة هنا شتو. دابا غادي ندير داك الشكل الاخر اللي عنده ثقبه في الوسط. انا غادي نديرها في اللوز في اللوز كونكاسي، واللي بغى يديرها في كاوكاو يديرها حتى تجي زوينه. صافي غادي نحفر لهنا، وغادي نديرها ملي غادي طيب غنعمرها بالكونفيتير. صافي انا غنكمل هذا الشكل هكا، الا زدت شي شكل اخر انا غنشاركو معكم. خديت هنا البنات واحد شويه ديال الكونفيتير، وغادي نزيد عليه واحد تقريبا معلقه كبيره ولا جوج ديال السنيده. شوفوا هذا كيديروا بها القهوه، كيغديروا القهوه ويديروا في السنيده، شو كيخليوها بالقهوه. غادي ندير جوج معلقات، جوج معالق تقريبا كبار، وغادي نردهم فوق البوطه غير لا يولي تبخ، عاد نحيدو ولا غنعمر به دوك داك الحليوه اللي درت فيها ثقبه في الوسط. ها هو البنات هذاك البسكويت كيفاش طاب شفتوا، واخا الخميره واخا كلشي الشكل ديالو ما كيتغيرش. هانتوما خليوه هكا صفيفر، غادي نزكيه بشويه، غادي ندير شويه الشكلاط هنا، شويه الشكلاط هنا ونحط فوق منه. باقي سخون ويدي سخونه نخليه تيبرد. صافي هنا البنات كما كتشوفوا كوبت هذاك الشكلاط الابيض، كورت شي حليوات غير هكا سامبل، وغادي نغطسل الوجه ديالها في الشكلاط الابيض، وغادي نديرو هنا باش كيجي لاصق ليها في الوجه ديالها ويجي عطينا واحد الشكل زوين. اللي عندكم هذا كثير غطسوها كامله في الشكلاط، انا غطستها في الاول كي هزات ليا بزاف. ها هي البنات شفتوا، وغادي نكمل هذا الشيء اللي بقى عندي. هذا الشكلاط ممكن تقادوه في الدار، ولكن كياخذ الوقت حتى غير كتنجروه بالموس هكا حتى كيدور. صافي انا غنكمل، وصافي كما كتشوفوا هنا وصلت، هنا وصلت للنهايه ديال الحلقه. كنتمنىها تعجبكم، كنتمنى هاد الشكيله تعجبكم. هذا البنات راه غير داك البوق تنيتها وجمعتها شويه من هنا. صافي غطست ثلاث شويه هنا في الشكلاط، وهذه اللي كدات معكم هذه الهلاليات. هذه درت فيها هذاك الكونفيتير مع السكر سنيده، شوفوا كيجيو كيجيو زوينين. شوفوا الحلوه راه جات هشيشه بزاف، تطيب كيلعب دور. صافي البنات ها هي تكون نهايه الحلقه، وان شاء الله نتلاقاو نهار الاثنين باذن الله، وغنحاول ما امكن جميع الاسئله اللي سولتوني غادي نجاوب عليها في هذا السبت الحد ان شاء الله باذن الله، ونجاوب على التعاليق ديالكم بطبيعه الحال. وما نبغي حتى شي اخت تقلق مني، عافاكم البنات. المهم بنيات اللي قد بنتي، العيالات اللي في لاج ديالي انا اللي كبر مني، ما نبغي حتى شي اخت تقلق مني، الله يعطيكم الستر. غنبغي ندير الدعم لواحد القناه اللي هي صراحه قناه تعليميه، سلمى شانيل، اللي عندهم وليداتهم ضعافين في المواد العلميه كدير دروس مجانيه في اليوتيوب لوليداتنا هكا. ونبغي ندير الدعم لقناه مطبخ ام ايمن، واحد القناه زوينه وفيها وصفات بسيطه، وحنا راكم عرفتونا البنات حنا مع البساطه، اي حاجه بسيطه كنمشيو ليها. قناه زوينه غتعجبكم ان شاء الله، غنخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. وكنتمنى ما نكونش ثقلت عليكم بزاف، والله سمحوا لي بزاف اش نقول لكم، كنحشم منكم، ولكن احنا نبغيو نعاونوا بعضياتنا. والبنات اللي باقي ما درتش لهم الدعم ان شاء الله اكيد تما غادي ندير لهم الدعم، غير كل مره ما تثقلوش على الاخوات بزاف، كل مره نديروا جوج ثلاثه ان شاء الله تنكملوكم كاملين. يلا ها البنات خليت لكم الراحه،
في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله نهار اثنين باذن الله. بالنسبه لبنات الكيسون يعني الخياطه فين جاتو العنوان، انا راه كنت باغا نمشي عندها نحط جلابتي وندير لكم فيديو من تما وتقول لكم هي لادريسه، ولكن والله تبقى كاع مشيت، باقي التوب كيسمع في الماري وحاطه، راه مشات عند اختي حنان ودات الوالده حطات لها جلابه، وغادي تلقاو عند حنان اختي لادريسه في الفيديو ديال اليوم اللي غينزل، راه عطاتكم لادريسه وفين كاينه، واقيلا التليفون تاعها والله ما عرفت، المهم اختي مشات عندها هي والوالده ديالتي. السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله.